تهديدات إسرائيل باغتيال اللي هو المرشد الأعلى السيد علي خامنئي. هذا كلام فاضي. إيران بتقول إنه إحنا سنرد على الرد بأقوى قوة ممكنة، وحتى يعني سماحة السيد علي خامنئي قال بالحرف الواحد إنه أنا بدي أروح شهيد، أنا بدي أرتقي شهيدا زي ما هو السنوار. هذا في تأبينه للسنوار، يعني الرجل حقيقة يؤمن بما يقول ويتطلع إلى هذه الشهادة. فإسرائيل بالعكس بتحقق له أمنياته إذا قامت باغتياله. فهذه مسألة مهمة، وإحنا الآن ننتظر في أي لحظة اللي هو المفترض الرد الإسرائيلي. الرد الإسرائيلي تأخر لأن إسرائيل مترددة، إسرائيل خايفة، إسرائيل تعرف بأن إيران سيكون ردها كبيرا جدا جدا، وأعلنوا ذلك عراقجي اللي هو وزير الخارجية قال ذلك أكثر من مرة، كمان اللي هو رئيس الجيش الإيراني قال بالحرف الواحد سنرد ردا قويا وكبيرا ومؤلما على اللي هو أي ضربة إسرائيلية. فالآن إسرائيل خايفة مرعوبة، جابت منظومة صواريخ ثاد ومعاها 100 خبير أمريكي. هذا أولا، أنه يجيبوا صواريخ ثاد هذا يعني أنه كل أنظمتهم الدفاعية فشلت فشلا ذريعا، القبب الحديدية ومعها مقلاع داوود ومعها كمان صاروخ حيتس هذا اللي هو بتصدى للطائرات والصواريخ، هذا يعني فشلت. فاستعانت بأمريكا وأمريكا أعانتها، إعانة أمريكا وإرسال صواريخ ثاد، منظومات صواريخ ثاد، يعني بأن أمريكا مشاركة في هذا العدوان القادم على إيران، وستدفع ثمنا غاليا. عندها 50 قاعدة في الشرق الأوسط وعندها 40,000 أمريكي في الشرق الأوسط، هذولا حيكونوا هدفا مشروعا في حال الدخول على الحرب، هدفا مشروعا لأي انتقام من قبل اللي هو إيران ومن قبل أذرع المقاومة. هذه المسألة الثانية. يعني هم الآن يعني بحضروا لهذه الحرب وسربوا هاي الوثائق اللي سربوها وقالوا فيها إنه إيران يعني إنه إسرائيل عملت مناورات عسكرية لم تتضمن اللي هو ضرب المنشآت النووية، لم تتضمن اللي هو الصناعة النفطية الإيرانية. كذب، كل هذا تضليل. هذول يعني حقيقة ضربوا ضربتهم، حتكون ضربتهم كبيرة وحيكون الرد عليهم أيضا كبير جدا. فهاي قصة كمان. آخر شيء بدي أختم فيه اللي هو غالانتس بيقول إنه إحنا مش بدنا نهزم حزب الله، إحنا كم بدنا ندمره وبدنا نرجع المستوطنين للشمال. طب انت كيف هزمتوا حزب الله؟ حزب الله اللي بيطلق 200 امبارح بس اطلق 200 صاروخ على حيفا وعلى الطبرية وعلى صفد وعلى تل ابيب. طب كيف هزمتوا؟ وين هزمتوا؟ انتوا قاعدين تضحكوا على حالكم، والقوات الاسرائيلية ما قدرت تتقدم، وبالعكس الان زادوا اللي هي المستوطنين اللي هربوا من الحدود اللبنانية. فحزب الله يبلي بلاء حسنا وانتقل الى المرحلة الثانية، هي مرحلة الصواريخ الدقيقة والمسيرات الدقيقة. ختاما آخر اللي هو على قصة الضحكي على قصة ماكرون، والله إنه بيستاهل إنه الآن يعني إن إسرائيل بدها ترفع عليه دعوة في المحاكم الدولية، خليهم يرفعوا عليه، هذا هو اللي وقف مع إسرائيليين وزودهم بالأسلحة. فشوفوا قديش الإذلال، من وين جايتهم هالقوة هاي إنهم يحاكموا رئيس فرنسي. والله بيستاهل هذا الرئيس، والله بيستاهل كل الرؤساء الغربيين اللي وقفوا مع إسرائيل. شكرا وإلى اللقاء.